اول سؤال بالنسبه للحصه تاعنا، هل نطرحه لكم الان؟ وبيان سور نطلب منكم انتم تبوزي باش تاخذوا لا بارول. السؤال الاول يقول: هل للكاميرون افضليه في التتويج بكاس امم افريقيا باحتضانها المنافسه؟ فوالا رقم خمسه يحب يقول خمسه. يوسف هاي تفضل. هل تعتبر بلي الكاميرون عندها افونتاج افضليه باحتضانها الكاس؟ وكي شفنا الركن احنا تاع داكار شفنا بلي كاين 10 بلدان فقط في 32 دوره من المسبق اللي دات الكاس من بين لي 32. تفضل. ما نظنش ان الكاميرون عندها افضليه. علاش؟ لان فيه منتخبات اخرى، منتخبات قويه راح تتنافس وجات تتنافس باش تحتفظ باللقب مثل الجزائر، ولا منتخبات اخرى باش تعاود تكون في الواجهه. اليوم الكاميرون صحيح راهو يلعب على ارضه، ولكن ما عندوش ديزافونتاج كبار. في 2017 راح جاب الكاس من خارج الكاميرون، في 2019 الجزائر هي اللي توجد، وواحد ما كان يرشح الجزائر ربما في هذاك الوقت. اليوم انا نقول المعطيات هذيك الافضليه تاع الملعب والجمهور خلاص راحت، ما عادتش عندها معنى. اليوم نظن الفريق اللي يكون محضر بدنيا ومحضر فنيا وعنده جاهز للمنافسه وعنده البدائل، خاصه اليوم فيه المشكله تاع كوفيد. اليوم الا ما عندكش بدائل صحاح وبدائل يعني قويه جدا قادره تعوض اللاعبين الاساسيين، ما نظنش راح يروح اي منتخب، ما يقدرش يروح بعيد. مراد تفضل. انا نمشي في السياق تاع يوسف، وين بالارقام ما نتكلمش يعني بالافضليه تاع الجمهور على سقطت في افريقيا السوداء، لانك اخر منتخب اللي استضاف الدوره وفاز بها كان منتخب مصري في 2006، قبله في 2004 تونس هي اللي فازت بالدوره، واخر منتخب اللي استقبل كذلك هو الجزائر في 90، يعني منتخبات شمال افريقيا، ولكن اغلب منتخبات تاع افريقيا السوداء كانوا يجيبوا البطولات خارج يعني البلدان تاعهم. يعني افضل البعض كان يقول بكري احنا المحللين تاعنا يقول لك لعبك افريقيا عندهم عامل جمهور والظروف المناخيه، ولكن الاغلبيه تاع المنتخبات اللي استضافت الدورات وفازت بها هي منتخبات شمال افريقيا. يعني هذه الحجه سقطت، وانا ما اعتقدش ان الكاميرون هي اللي حتوج بعد. طبعا محمد صاريس كون ميم ان افونتاج، يعني لو كان 20-25% ما تقوليش كي تلعب مع الببليك تاعك وكي تلعب بلا ببليك تاعك. حنا نهضروا على الجزائر برك، الجزائر الببليك الى ان ابور كونسيديرابل في مصر ولا في تونس اون 2004، ما نقدروش نقولوا سي سوبر فافوري باسكو راه في بلادو، سي ان فافوري بارمي دوتر باسكو يلعب في بلادو. يلعب دون لي ستاد تاوعو او يلعب بصح. راه قال لك محمد بلي افيكتيمون يعتبر بلد عنده بالك فافوري بارمي واحد اخرين يعني من بين الاخرين. يوسف انا نشوف ان انا نشوف انه المنتخب الكاميروني لو كان يرجع للخلف سنوات 2000 و2002 في الجيل الذهبي اللي كان فيه بوما وسونغ وايتو وكان يلعب على عرض على ارضه وبين جماهيره اكيد راح يكون عنده الافضليه، لكن الجيل الحالي للمنتخب الكاميروني ماهوش في نفس القوه تاع الجيل اللي كانوا مقبل. المنتخب الكاميروني ماهوش بنفس الحده وبنفس القوه. المونديال الافريقي الحالي المنتخبات اللي تكون اكثر جاهزيه اللي عندها البدائل لانه يتلعب بدنيا اكثر هذا المونديال.